الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع جواب عن سؤال جديد في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى ليتفقهوا في الدين. يقول السؤال: كثير من الناس يبطل نية صومه عند الشجار والخصام، فما حكم صيامه؟ هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس. الإنسان إذا أبطل نية صومه فقد بطل صومه ولو لم يأكل شيئا أو يشربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى إبطال صومه ففسد صومه. وهنالك من الناس من يتلفظ فيقول: لست صائما أو أبطلت صومي، فهذا عند الفقهاء ينوى، يعني يسأل عن نيته، فإن قصد إبطال النية فسد صومه، وإن لم يقصد إفساد النية فإن صومه صحيح. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.